ورجعت، بقيت استقريت في القاهرة هنا، يعني بشوف مناظر. الواد حضني البيت على العربية كأنه كاتب عليها، كأنه كاتب على البيت. يعني أنا أيام ما كنت خاطب من أبو عتاتة من هنا، كنت خاطب واحدة، لما كنت أخدها يوم الأجازة تخرج معايا أختها وأخوها معانا، حرس. الكلام ده كان في 82 81. النهاردة لم أخذ الواد بس من غير ما يقرأ فاتحة، من غير ما يخطبها، من غير ما، يعني أنا أحس إن الواد ده خاطب البنت دي، بيعمل فيها كده، خاطبها ولا صاحبها ولا مش عارف، ولا متجوزها، ما تهربش. يعني زي ما انت شفت أنا بعمل إيه في بنتي دلوقتي، انت شفت أنا بعمل إيه. انت كنت بتزعلها ليه؟ صح، بزعلها عشان طلعت بالامتحان راحت عند ستها من غير ما تقول لي. وديك انت شفت انا، يعني انا بهدلت امها وبهدلتها، ولما يجوا لسه المصيبه الاكبر، لسه لما يجوا اخر النهار هيشوفوا مني ما اللي ما شافوهوش. انت ايه رايك حضرتك في اللبس الضيق اللي البنات بتلبسه، البناطيل الاسكاني والفيسونات والكلام ده؟ لا اله الا الله، اذا كان رب البيت بالدف ضاربا ما شمت اهل البيت، امها اوسخ منها وابوها. يعني هقول لك ايه، الاب يا هو بيراعي بنته ولا بيبص لبنته لابسه ليه؟ ده خد يا بنت، ايه ده بنت يا عم، ده البنت مره بنت، المره بتاخد بنتها معاها الكوفير، بنت بنوت يا راجل. ده احنا في الصعيد كانت البنت لغايه لما تتجوز ما حواجبها وتشوفها كانها راجل، لما تتجوز تخش يطلعوها عروسه وتحس بالانوثيه ان هي خلاص بقت من ذكر الى انثى، يعني عروسه ما مش عايز اقول لك، طعم جميل بيبقى له طعم. لا البنت رايحه الكوافير وتشتغل بالكوافير وتعمل حواجبها وتعمل وشها، هتحس بالانوثيه ازاي؟ ده هي حاسه بالامومه مش حاسه بالانوثيه. الام تاخد والاب شايف البنت، والام تروح تشتري الضيق وتقول لها ماشي، معلش زي البنات يا ابو محمد اهي ماشيه، والنبي خليها، يمكن يجي لها نصيبها، يجي لها ان شاء الله، ياخدها متر ولا ياخدها قطر، نصيبها ايه اللي يجي لها؟ ده النهارده البنت المحترمه والله العظيم ثلاثه، انت لو شفت بنتي دي اللي انا شتمتها سم لك بالله، تقول لي حرام عليك، ده راجل، دي حواجبها مش عايز اقول لك، وشها كله شعر، ما تقدرش والله، اقسم لك بالله، حتى المونوكير ده والحاجات دي والله في العيال ابدا، واخد بالك انت؟ اللي ليها نصيب هتتجوز تتجوز، بس البنت تعيش في كرامتها احسن ما تعيش.